السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري السعودي: دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم السبت 7/5/2022 في الجولة 26 من الدوري السعودي. اليوم متابعين الكرام، دمك خسرت من الهلال 2-4. أحرز هدفي دمك إميليو زلام ضربة جزاء في الدقيقة 3 ومنصور حمزي في الدقيقة 40، أعتقد منصور حمزة في الدقيقة 40. أهداف الهلال الأربعة عن طريق مصعب الجوير في الدقيقة 36، ماتيوس بيريرا في الدقيقة 75، موسى ماريكا في الدقيقة 79، أوديون إيغالو في الدقيقة 92. الحزم فاز على الفيحاء 3-1، أحرز أهداف الحزم زعار العتيبي في الدقيقة 17، نوفل الزرهوني في الدقيقة 59، واللاعب لوكا ستوينوفيتش في الدقيقة 96. هدف الفيحاء عن طريق ألكسندر تاريكوفسكي في الدقيقة 45. الطائي عدل أمل الرائد 2-2، أحرز هدفي الرائد أحمد الزين في الدقيقة 18، هدفي الطائي الهدف الثاني للرائد عن طريق رائد الغامدي في الدقيقة 75. هدفي الطائي عن طريق أمير سعيود اللي هو بيلعب في الدوري الجزائري، أعتقد أصلا هو جزائري، في الدقيقة 34، وتوبياس فيغيرو في الدقيقة 3 و3 في الشوط الأول. الجولة بدأت متابعين الكرام يوم الخميس 5/5/2022، التعاون خسر من الاتفاق 0-4 والباطن تعادل أمام الأهلي 2-2. يوم الجمعة أمس الفتح تعادل أمام الاتحاد 4-4، وأبها تعادل أمام الفيصلي 0-0، والنصر فاز على الشباب 4-2. بالنسبة لترتيب الفرق وترتيب الهدافين، متصدر الدوري متابعين الكرام في المركز الأول نادي الاتحاد ب 61 نقطة، الهلال المركز الثاني ب 52 نقطة بس الهلال لسه مؤجل له مباراة، النصر في المركز الثالث ب 51 نقطة، الشباب المركز الرابع ب 47 نقطة، دمك المركز الخامس 42 نقطة، الفيحاء المركز السادس ب 33 نقطة، أبها المركز السابع 33 نقطة، الفتح المركز الثامن ب 32 نقطة، الرائد المركز التاسع ب 30 نقطة، الأهلي في المركز العاشر ب 29 نقطة، الفيصلي المركز 11 ب 29 نقطة، الطائي المركز 12 ب 28 نقطة، الاتفاق المركز 13 ب 27 نقطة، التعاون المركز 14 ب 26 نقطة، الباطن المركز 15 ب 26 نقطة، الحزم المركز 16 والأخير ب 17 نقطة. بالنسبة لترتيب الهدافين، متصدر الهدافين متابعين الكرام أوديون إيغالو لاعب الهلال المركز الأول ب 20 هدف، المركز الثاني رومارينيو لاعب الاتحاد ب 17 هدف، والمركز الثالث تاليسكا لاعب النصر ب 16 هدف، والمركز الرابع الانتر توام بلاعب التعاون ب 15 هدف، والمركز الخامس عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد ب 14 هدف، والمركز السادس ايميليو زلاي لاعب دمك ب 13 هدف. اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو، وكان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.